صلي على النبي وتبسم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم أعزائي المتابعين في صفحة ثاني كتاب المفيد في الرياضيات للمستوى الرابع ابتدائي، وعلى بركة الله سنبدأ. ودرسنا اليوم هو قياس المساحات المتر المربع ومضاعفاته. أول نشاط لنفهم ونطبق، نلون مساحة كل شكل، نحسب قياس مساحة كل شكل بالوحدتين U و V ثم نملأ الجدول. أولا سنعرف ما معنى المساحة لكي يسهل علينا الإجابة على التمرين. المساحة مثلا هنا هذا الشكل عبارة عن مستطيل، ما يحيط بهذا الشكل هنا، ما يحيط بهذا الشكل نسميه ماذا؟ نعم المحيط، هذا يسمى المحيط. ولكن ما يوجد داخل هذا الفراغ نسميه المساحة، لقد لونته هنا، انظر هذا ما لونته يسمى بالمساحة، يعني داخل الشكل نسميه المساحة، ولكن ما يحيط به نسميه المحيط، يعني هذا نسميه، نسميه مساحة، وما يحيط بالشكل نسميه محيط. السؤال الأول يقول نلون مساحة كل الشكل، لقد لونت مساحة هذه الأشكال المختلفة، هنا لونت الشكل A والشكل B والD وE والC، كما قلت لكم سابقا أن مساحة ما يوجد داخل كل شكل، هنا 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 هذه الألوان التي لونتها هي تعتبر المساحة، أما ما يحيط بهذا الشكل هو المحيط. سؤال ثاني، نحسب قياس مساحة كل الشكل بالوحدتين U و V ثم نملأ الجدول. سنملأ هذا الجدول بقياس كل مساحة الأشكال التالية، الشكل A هنا قياس مساحة E وهنا قياس مساحة بالوحدة V. سنبدأ أولا بقياس مساحة بالوحدة V نظرا لكي تسهل علينا عملية قياس مساحة بالوحدة E، لأن المربع هو نصف E، يعني نصف هذا المثلث الصغير. نحن سنحسب فقط المربعات ثم سنضربه في اثنان لكي تسهل علينا العملية. هنا الشكل A، كم مربعا في الشكل A؟ سنرى 1 2 3 4 5 6 7، يعني هنا 8 مربع، هنا V 8 مربع، سنكتب 8. إذا ضربنا يعني ما دام المربع فيه 2 من U، يعني سنضرب 8 في 2 كم تساوي؟ 16. نعم الآن سنتقل إلى الشكل B، هنا كم مربع في الشكل B؟ يعني قياس مساحة بالوحدة B، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، هنا 9 مربعات، سنفعل مثل ما فعلنا في الشكل A، سنضرب 9 في 2 سنحصل على قياس مساحة بالوحدة E هي 18. نعم الشكل C، هنا الشكل C سنحسب كم عدد المربعات في هذا الشكل، يعني مساحة هذا الشكل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، يعني 12. سنضرب مرة أخرى 2 2 12 في 2 تساوي 24. الشكل D سنحسب عدد المربعات، 1 2 3 4 5 6 7 8، نعم هنا 8 مربعات، سنضرب أيضا في 2 ستصبح لدينا 16. الشكل الآخر هو الشكل U، 1 2 3 4 5 6، 6 مربعات، نعم في 2 ستعطينا 12. يعني نقوم بأن نحسب كل شكل بنصف مربعات، يعني سنقول 1 2 3 4 5 6، يعني سيكون ذلك متعبا، وهذا أحسن طريقة لكي تحصلون على النتيجة بسرعة. قياس مساحة المربع، يعني هذا المربع يساوي 1 سنتيمتر مربع، نحسب بالسنتيمتر المربع قياس مساحة كل من الشكل A والشكل C والشكل E، يعني المربع هذا مربع في كل ضلع 1 سنتيمتر 1 سنتيمتر 1 سنتيمتر، إذا ضربنا الضلع في الضلع يساوي 1 في 1 يساوي 1 سنتيمتر مربع، يعني مساحة المربع هنا الأشكال وجدنا في كل شكل وجدنا مساحته، هنا الشكل A سنرى الشكل A كمساحة الشكل A، يعني تساوي ماذا؟ 8 سنتيمتر مربع، نعم 8 سنتيمتر
مربع لدون أن نعيد حساب هذه المربعات، يعني في كل مربع يوجد 1 سنتيمتر، هنا نحن لدينا 8 سنتيمتر مربع. الشكل سي هنا أيضا لا نعيد الحساب الشكل سي هنا، هنا 12، نعم إنه 12 سنتيمتر مربع، يعني في هذا الشكل كم عدد المربعات؟ نعم هنا 12، يعني 12 المساحة 12 سنتيمتر مربع. الشكل او هنا الشكل او كما وجدنا في الشكل او وجدنا 6، يعني 6 سنتيمتر مربع دون ان نعيد الحساب مرة اخرى. 1 سنتيمتر مربع هو قياس مساحة مربع ضلعه 1 سنتيمتر، وحدد قياس مساحة مربع ضلعه 1 متر، يعني مربع ضلعه، هنا سنعيد، مربع ضلعه 1 سنتيمتر، يعني هنا 1 1 1 تساوي 1 سنتيمتر مربع. وإذا كان لدينا ضلعه 1 متر، يعني نفس الشيء يساوي 1 متر مربع. ضلعه 1 ديكامتر نفس الشيء يساوي 1 ديكامتر مربع. ضلعه 1 هكتومتر يعني 1 هكتومتر مربع. ضلعه 1 كيلومتر يعني 1 كيلومتر مربع. الحصة الثانية أطبق، أحسب مساحة كل شكل بالوحدة ك، ثم ألون الأشكال تلك المساحة نفسها باللون نفسه. أولا سنحسب مساحة كل شكل، كما قلنا سابقا أن المساحة هو ما يوجد داخل هذه الأشكال، بما أن مساحة كل شكل بالوحدة ك، يعني سنحسب كل مربع بالمربعات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14، يعني هنا 14 في المساحة، هنا 1 2 3 4 5 6 7 8، هنا 8، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13، هنا 13، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، هنا 11. آخر الشكل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. لقد قمنا بحساب مساحة كل الشكل. الآن ثم ألون الأشكال التي لها المساحة نفسها باللون نفسه. هنا شكلين لهما نفس المساحة، يعني نفس الرقم، نعم هنا 13 هنا 13، لقد لونتهم بنفس اللون. ننتقل إلى الصفحة الموالية، أحيط قياس المساحة المناسبة لكل حالة. سنرى هنا قياس مساحة صفحة كتاب، يعني هذه صفحة الكتاب، هل إذا قسناها سيكون قياس 567 ديكامتر مربع أو 567 سنتيمتر مربع أو 567 متر مربع؟ لا يمكن لهذا الكتاب أن يكون في بالمتر ولا بالديكامتر، نعم بالسنتيمتر، هذا هو العدد الصحيح، حتى ولم يكن صحيح أنه متقارب. هنا قياس مساحة منزل، هل هو 120 متر مربع أم 120 ديكامتر مربع أم 120 هكتومتر مربع؟ بالطبع سيكون 120 متر مربع. قياس مساحة ضيعة، هل هو 50 كيلومتر مربع أم 50 متر مربع أو 50 هكتومتر مربع؟ نعم هو 50 هكتومتر مربع. وآخر سؤال، قياس مساحة المغرب، هي معروفة، هي 716,000 كيلومتر مربع، هي مساحة المغرب. ننتقل للسؤال رقم 3، جو كومبليت لو تابلو أو مي دون دو ليكزومبل، سنقوم بهذا الجدول بمساعدة هذا أيضا بهذا الجدول الوحدات. هنا 56 كيلومتر مربع، وضعوها هنا في خانة كيلومتر مربع، دائما نبدأ بالوحدات، وحدات 56 هي 6، سنضعها في خانة 6 هنا، ثم سنكتب هنا 5، ثم سنقوم بتحويلها، لقد حولوها هنا إلى الهكتومتر مربع، يعني سنكتب هكتومتر مربع، هكتومتر مربع. هنا 9 كيلومتر مربع، أين خانة 9 كيلومتر؟ نعم توجد هنا، لن أضعها هنا بل سأضعها هنا في حدودها هنا. سأكتب هنا 9، ثم سأحولها إلى ما؟ إلى الهكتومتر مربع، هنا 0، هنا 0، يعني حدود هكتومتر مربع، يعني تساوي 900 هكتومتر مربع. هنا 3700 كيلومتر مربع،
سأرى أين أخذت الكيلومتر مربع. نعم هنا سأضع وسأبدأ بالواحد، يعني هنا الصفر وهنا الصفر، سأخرج هذا إلى الخارج ثم سأحوله إلى ماذا؟ إلى الديكامتر مربع. هنا الصفر، هنا الصفر، حتى أصل إلى الديكامتر مربع، لن أقف هنا، لا، حتى أنتهي من خانة ديكامتر مربع، يعني كم تساوي؟ تساوي 37 مليون، سأكتب هنا 37 مليون، صفر 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 صفر. بقي لنا هذا العدد، هنا 25 كيلومتر مربع، سأبحث عن خانة كيلومتر مربع، هنا سأضع وسأبدأ بالوحدات، يعني 5 2، سأحولها ماذا؟ إلى المتر مربع. هنا صفر 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 حتى أصل إلى آخر حدود المتر مربع. هنا سأكتب العدد 25 مليون 5 0 0 0 0 0 0. هل فهمتم؟ أتمنى دائما عليكم أن يكون لديكم جدول تحويلات. والآن سنتقل إلى السؤال رقم 4، أكمل بكتابة الوحدة المناسبة. هنا سنحتاج إلى جدول التحويلات. دائما عليكم أن يكون أمامكم جدول التحويلات لكي تسهل عليكم عملية تحويل جميع الأعداد. هنا هنا أول عدد، هنا 28 هكتومتر مربع، سأكتب هنا في جدول التحويلات 28 هكتومتر مربع. أين هكتومتر مربع؟ نعم هنا سأبدأ دائما بالوحدة، سأضع هنا 8 ما 2، هنا كم صفرا؟ هنا 1 2 3 4، أربعة أصفار، سأكتب أربعة أصفار، 1 2 3 4، توقف لأنهم توقفوا في أربعة أصفار، يعني كم وحدة ما هي الوحدة التي سنضعها هنا؟ هي المتر المربع، سأكتب هنا المتر المربع. العدد الثاني 6 ديكامتر، سأبحث في الجدول عن ديكامتر، نعم يوجد هنا ديكامتر، لن أضع هنا 6، بس أضع هنا 6، كم صفرا هنا؟ صفرين، 1 2، يعني الوحدة التي تقابل هذا الصفر هي المتر المربع، سأضع هنا المتر المربع. هنا 4800 هكتومتر، سأضع هنا 4800 هكتومتر، أين الهكتومتر؟ نعم هنا، سأبدأ بوحدات 0 0، كم عددا؟ 8 4، يجب أن نحصل على 48، سأرى 0، لا، سأبعد هذا الصفر، سأبعد هذا الصفر، سأتوقف هنا، يعني الوحدة هي الكيلومتر المربع، يعني 48 كيلومتر مربع، سأكتب هنا كيلومتر مربع. 6 كيلومتر مربع تساوي، لا هنا 6 ليس بخمسة، سنرى في جدول التحويلات 6 كيلومتر مربع، أين الكيلومتر هنا؟ نعم هنا سنضعه هنا 6، يعني كم عددا وضعنا؟ صفر 1 2 3 4، سنضع 4 أصفار، 1 2 3 4، يعني تساوي هنا في خانة ديكامتر مربع، سنضع ديكامتر مربع. السؤال الخامس يقول، ألون بالأحمر أكبر مساحة وبالأزرق أصغر مساحة في كل سطر بعد إجراء التحويلات اللازمة في دفتري. هنا السطر الأول وهنا السطر الثاني، هنا سنحتاج إلى جدول التحويلات لكي تسهل علينا العملية. هنا مساحات ولكن بوحدات مختلفة، سنقوم بتوحيد هذه الوحدات إلى وحدة واحدة، سنرى هنا سنوحدهم إلى المتر مربع. أول عدد في السطر الأول سأكتب 9992 متر مربع، سأرى هنا المتر، نعم دائما هنا أكتب في الوحدات 999، هنا الوحدة محولة لن أحولها. هنا 3 كيلومتر مربع، سأحولها إلى المتر المربع، هنا 3 كيلومتر مربع، سأكتب 3 هنا، ثم سأتوقف عند المتر المربع، لقد حولتها إلى المتر المربع. هنا المساحة الثالثة 250 ديكامتر مربع، أين ديكامتر مربع هنا؟ سأضع الوحدة هنا 0 و5 و2، سأحولها إلى المتر المربع هنا. الآن ستسهل علينا عملية البحث عن عدد أكبر مساحة وأصغر مساحة. في نظركم أين أصغر مساحة وأين أكبر مساحة؟ نعم أكبر مساحة هذه ب3 ملايين وأصغر مساحة ب9999، يعني سألون هذه بالأحمر لأنها أكبر مساحة،
وسألون هذه بالأزرق لأنها أصغر مساحة، لقد لونتهما. أما السطر الثاني 990 ديكامتر مربع و101 متر مربع و9 كيلومتر مربع، هنا أنا سأوحدهم إلى نفس الوحدة إلى المتر المربع، سأكتب هنا 101 متر مربع، 1 متر مربع. العدد الثاني 990 ديكامتر مربع، 990 يعني سأضع هنا الصفر وهنا 9 هنا 9، سأحوله إلى المتر المربع، صفر صفر، سأتوقف عند المتر المربع. العدد الأخير هو 9 كيلومتر مربع، أين الكيلومتر المربع؟ نعم إنه هنا، سأضع 9 هنا، ثم سأكمل حتى من أصفار حتى المتر المربع. الآن في السطر الثاني أين العدد الأكبر هنا؟ أي أين المساحة الكبيرة هنا؟ نعم إنها هذه 9 ملايين، سألونها بالأحمر، 9 كيلومتر مربع هي تساوي 9 ملايين في المتر، يعني بالمتر المربع، ولكن هذه التحويل ستبقى في دفتر الوساخ وهنا سيبقى الجواب الصحيح. أما المساحة الصغيرة فهي 101 هنا، سألونها بالأزرق. السؤال السادس يقول je range les mesures de surface suivant dans l'ordre croissant après avoir fait les conversions nécessaires. هنا مساحات سنقوم بترتيبهم من يعني الأصغر إلى الأكبر، يعني كخواصون يعني تزايديا، يعني تزايديا يعني كأننا نصعد درجا، يعني من الأصغر إلى الأكبر. هنا نحتاج دائما إلى جدول التحويلات لكي تسهل علينا عملية تحويل هذه الأعداد وترتيبها. هنا سنوحدهم إلى وحدة نفس الوحدة، هنا المتر المربع، سنحول باقي الأعداد إلى المتر المربع. سأضع أول عدد 5 كيلومتر، أين الكيلومتر المربع؟ هنا سأضع 5، سأحوله إلى المتر المربع، صفر صفر، سأتوقف حتى عند المتر المربع. العدد الثاني 600 ديكامتر مربع، أين الديكامتر؟ هنا سأضع الصفر هنا، صفر 6، سأحوله إلى المتر المربع. العدد 50 هكتومتر، أين الهكتومتر؟ نعم سأضع الصفر في الوحدات هنا، سأضع هنا الصفر وخمسة هنا، سأحوله إلى المتر المربع. ثم سأضع هذه الأعداد لكي تسهل علينا عملية الترتيب. سأضع الصفر هنا، ثلاثة، صفر، خمسة، والعدد الآخر خمسة، سبعة، تسعة، أربعة. الآن لقد حول الأعداد إلى نفس الوحدة، الآن سنقوم بترتيبهم. أين أصغر وحدة هنا في نظركم؟ نعم هي هذه الوحدة، سنكتب 4975 متر مربع، هي أصغر من ثاني عدد، هذا أول عدد، نعم هذا ثاني عدد، سنكتب 5030 متر مربع، أصغر من ماذا؟ سنرى العدد الذي يتبع هذا العدد، هنا 500,000 وهنا 60,000 وهنا 5 ملايين، يعني 5 ملايين. ما هو العدد الذي يلي هذا العدد؟ نعم إنه هذا، يعني 600 ديكامتر، سنكتب 600 ديكامتر مربع، سنشطب عليه. العدد الذي يلي هذا، نعم إنه هذا 500,000، يعني هذا العدد 50 هكتومتر، 500 هكتومتر مربع. وآخر عدد هو هذا بخمسة ملايين، يعني 5 كيلومتر مربع. هذه التحويلات ستبقى في دفتر الوساخ، ولكن أنتم فقط ستكتبون الجواب الصحيح، يعني ستبقى هذه التحويلات في دفتركم لكي تسهل عليكم عملية الترتيب. أما التمرين 7 يقول اقتسم ثلاثة ورثة بالتساوي ضيعة قياس مساحتها 63 هكتومتر مربع، فأخذ الأول 21 هكتومتر مربع، وأخذ الثاني 2100 ديكامتر مربع، وأخذ الثالث 210,000 متر مربع، هل كانت القسمة عادلة؟ وعلل الجواب. أولا ماذا علينا أن نفعل؟ دائما إذا كانت الوحدات مختلفة علينا أن نحول جميع الأعداد إلى نفس الوحدة. هنا سنحول
هذين العددين إلى الهكتومتر مربع، سنحولهم هنا. هنا كم عاد هنا لدينا 2100 ديكامتر مربع، سنحولها إلى الهكتومتر مربع. هنا أين الديكامتر؟ هنا سأضع الصفر، هنا سأضع الصفر، هنا 1100. سأحوله إلى ماذا؟ إلى الهكتومتر مربع، يعني هنا الهكتومتر صفر صفر، يعني هنا توقف الهكتومتر، سأضع الفاصل، يعني سنبقى 21 هكتومتر مربع. يعني هذا العدد يساوي يعني 2100 ديكامتر مربع تساوي ماذا؟ تساوي 21 هكتومتر مربع. العدد الثالث، آخر عدد هنا 210,000 متر مربع، سأضع هنا العدد أيضا، هنا صفر 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 1 2. سأحوله أيضا إلى ماذا؟ إلى نفس الوحدة هكتومتر مربع، يعني هنا صفر، حتى أتوقف عندما سأصل إلى الوحدة هكتومتر مربع، هنا صفر 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 صفر، يعني الهكتومتر هنا سأتوقف، سأضع فاصلة، يعني تساوي 21 هكتومتر. هذا العدد يساوي 21 هكتومتر، سنكتبه هنا، 210,000 متر مربع تساوي 21 هكتومتر مربع. هل كانت القسمة عادلة؟ سنرى. نعم، 2100 ديكامتر مربع أخذه الثاني عندما حولناه إلى نفس الوحدة هكتومتر مربع، حصلنا على نفس العدد، يعني هو 21 هكتومتر مربع. والثالث كان بالمتر مربع 210,000، عندما حولنا هذا العدد إلى الهكتومتر مربع حصلنا على 21 هكتومتر مربع. والآن سنكتب العدد الثاني الذي حصل عليه الأول، هو 21 هكتومتر مربع، وأخذ هو النصيب الذي أخذه الأول. الآن سنقوم بجمع هذه الأعداد، هل سنحصل على هذا العدد؟ سنرى. 21 سنضربه في 3 وسنرى. 3 في 1 3، 3 في 2 6، يعني نعم الجواب صحيح، 63 هكتومتر. يعني هل كانت القسمة عادلة؟ نعم، لقد عللنا الجواب هنا. أما السؤال الثامن في الصفحة الموالية، أكمل بالتحويل إلى الوحدة المطلوبة أو بكتابة الوحدة المناسبة. دائما هنا سنحتاج إلى جدول التحويلات، هنا 20,000 متر مربع، هنا حصلنا على 200، سأكتب هذا العدد في جدول التحويلات، و20,000 متر سنكتب الصفر صفر 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 صفر، هنا العدد توقف عند 200، يعني سنتوقف عند 200 وسنرى، هنا صفر صفر صفر، هنا صفر يعني 200 ديكا، سنتوقف هنا، يعني هنا 200 ديكامتر مربع، سنكتب هنا ديكامتر مربع، هنا 75 ديكامتر سنحولها إلى المتر مربع، أين الديكامتر هنا؟ هنا سنضع 5 7، سنحوله إلى ماذا؟ إلى المتر مربع، سنكتب الصفر، سنتوقف عند المتر مربع، حصلنا على 7500، سنكتب هنا 7500 متر مربع. هنا 3 هكتومتر مربع سنحوله إلى الديكامتر مربع، أين الهكتومتر هنا؟ مربع هنا، سأكتب 3 سأحوله إلى ماذا؟ إلى الديكامتر مربع، سأتوقف عند الديكامتر مربع، يعني 300 ديكامتر مربع، سأكتب هنا 300. أما السؤال 9 يقول، زرع المعطي حقله قمحا وشعيرا، ألاحظ الرسم ثم أحسب المساحة الإجمالية لهذا الحقل بالديكامتر مربع. هنا القمح هكتومتر مربع، زرع 6 هكتومتر مربع، وهنا زرع 630 ديكامتر مربع. دائما إذا وجدتم الوحدات مختلفة قوموا بتحويلهم إلى نفس الوحدة. هنا نريد المساحة الإجمالية بماذا؟ بالديكامتر مربع، ولكن لدينا هنا في هذا الحقل لدينا بالهكتومتر مربع، وهنا بالديكامتر مربع، علينا أن نوحد هذه الوحدة إلى نفس الوحدة هي الديكامتر مربع. سنقوم بهذا التحويل، 6 هكتومتر مربع، أين الهكتومتر مربع؟ هنا سأضع 6 هنا، ثم سأحولها إلى الديكامتر مربع هنا، حصلنا على 600 ديكامتر مربع،
هنا سنكتب هنا 600 ديكامتر مربع. والآن العملية سهلة، سنقوم بجمع هذه المساحة زائد هذه المساحة، سنحصل على المساحة الإجمالية لهذا الحقل. سنكتب 600 زائد 630 كم تساوي؟ تساوي 0.0312. هنا سنكتبها بالديكامتر مربع. السؤال 10 يقول: الجدول يبين مساحة بعض البحيرات بالأطلس المتوسط، هنا البحيرة وهنا مساحتها، وحول قياس كل مساحة إلى الهكتومتر مربع في دفتري. هنا ضيع عوام، قد تم تحويلها بالهكتومتر المربع، يعني 40 بالهكتومتر المربع. هنا ضيع إفراح سنحولها، وهذه أيضا سنحولها. سنحول أول عدد هي ضيع إفراح ب 25000 ديكامتر مربع. أين الديكامتر المربع هنا؟ نعم هنا. هنا سأبدأ بوحدات الصفر، صفر، صفر، خمسة، اثنان. سأحول هذا العدد إلى الهكتومتر مربع. هنا أين الهكتومتر مربع؟ نعم سأتوقف هنا، تساوي 250 هكتومتر مربع. هكتومتر سأكتب هنا 250 هكتومتر مربع. أنتم اكتبوها في دفاتركم. هنا ضيع الرومي ب 900000 متر مربع، سأحولها أيضا إلى الهكتومتر مربع. هنا المتر سأكتب الصفر، صفر، 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 حتى أصل إلى الهكتومتر هنا، ثم أتوقف. هنا أين الهكتومتر؟ هنا سأتوقف ب 90 هكتومتر مربع، سأكتب هنا 90 هكتومتر مربع. الآن أقال مقياس المساحات ثم أحدد أكبر هذه البحيرات مساحة في نظركم، أين هي؟ لقد حولنا جميع الوحدات الآن إلى الهكتومتر، هل 40 هكتومتر مربع أم 250 هكتومتر مربع أم 90 هكتومتر مربع؟ نعم إنها ضايا إفراح هي أكبر هذه البحيرات مساحة. سأكتب أكبر هذه البحيرات هي ضايا إفراح، سأكتب ضايا إفراح. وأصغرها مساحة أين هي؟ نعم هي ضايا عوا بأربعون هكتومتر مربع. نعم ضايا عوا البحيرة التي يقل قياس مساحتها عن 7000 ديكامتر مربع. هنا سنقوم أيضا بتحويل هذين العددين غير محولين إلى ديكامتر مربع، إلى تحويلهما إلى الديكامتر المربع. سنرى ضايعة وهي بالهكتومتر المربع، سنحولها إلى الديكامتر المربع. سنكتب هنا 40 هكتومتر مربع كم تساوي من الديكامتر مربع، وسنكتب 900000 ألف متر مربع كم تساوي من الديكامتر مربع. سنكتب أول تحويل 40 هكتومتر، هنا سنضع صفر، هنا 4 هنا، سنحول إلى الديكامتر كم تساوي؟ نعم 4000، سنكتب هنا 4000 ديكامتر مربع. العدد الثاني 900000 متر مربع، سنأتي إلى متر، هنا صفر وصفر وصفر، صفر صفر وتسعة، سنحوله أيضا إلى الديكامتر. أين الوحدة بالديكامتر هنا؟ تساوي كم؟ تساوي 9000، سنكتب هنا 9000 ديكامتر مربع. الآن سنرى، سنقارن البحيرة التي يقل قياس مساحتها عن 7000 ديكامتر مربع، في نظركم ما هي؟ عن 7000 ديكامتر مربع هي هذه، يعني ضايع عوا، لأن هذه ب 9000 وهذه ب 25000 ديكامتر مربع، يعني ضايع عوا. سنكتب ضايع عوا. أما السؤال 11 يقول: ألون المساحة الأصغر من 1 هكتومتر مربع. الآن هنا الوحدات مختلفة، سنحول الوحدات هنا إلى الهكتومتر مربع. أول مساحة 101 ديكامتر مربع، سأحوله هذا سأحوله إلى الهكتومتر مربع، سأضع 101 ديكامتر مربع. أين هنا؟ نعم 1 0 1، سأحوله ماذا إلى الهكتومتر مربع؟ سأرى أين الهكتومتر مربع؟ هنا ديكامتر، ديكامتر هنا يعني 1.0، سأكتب هنا 1.01 هكتومتر مربع. أنتم هذه اكتبوها في دفاتر الوساخ. سأحول هذا العدد 4900 متر مربع، هنا سأضع 0.09
أربعة. سأحول هذا العدد إلى الهكتومتر مربع، هنا 0.9 ديكامتر، هنا يعني هنا تساوي 0.49 هكتومتر مربع، سأكتب 0.49 هكتومتر مربع، هذا محول يعني لن أحتاج لتحويله. سأحول الثاني ديكامتر مربع، أين دائما أكتب الصفر وحدات هنا اثنان. الآن سأحول إلى الهكتومتر، هنا ديكامتر ديكامتر، الهكتومتر هنا سأكتب اثنان، تساوي اثنان هكتومتر مربع. هذه الأعداد التي كتبتها هنا بالقلم الرصاص اكتبوها أنتم في دفاتر الوثائق في أوراق الوثائق، ثم قوموا بترتيبها في دفتر الوثائق، ثم كتبوا الأعداد كما كتبت هنا في هذه البطاقات. الآن سألون المساحة الأصغر من واحد هكتومتر هنا، أين هي المساحة الأصغر من واحد هكتومتر؟ نعم إنها هذه ب0.49 هكتومتر مربع، ولكن هذه أكبر بواحد وهذه واحد وهذه اثنان، يعني سألون هذه. السؤال 12 يقول ألون المساحة الأكبر من 5 ديكامتر مربع، هنا سنحول هذه الأعداد إلى الديكامتر المربع لكي تسهل علينا اختيار المساحة الأكبر. سأحول 399 متر مربع إلى الديكامتر، أين الديكامتر هنا؟ نعم إنه هنا، سأضع في المتر هنا، هنا 9.93. دائما ابدأوا بالوحدات، وضعوا الوحدة التي تقابلها، هنا متر مربع اكتبوا 9 أمام المتر مربع، ثم اكتبوا باقي الأعداد. الآن سأحول هذا العدد إلى ماذا؟ إلى الديكامتر مربع، هنا الديكامتر أين؟ هنا، عندما أصل إلى هنا أكتب فاصلة، أضع فاصلة، يعني تساوي 3.99 ديكامتر مربع. هنا واحد هكتومتر مربع، أين الهكتومتر؟ سأضع واحد هنا، سأحوله إلى ماذا؟ إلى الديكامتر، صفر. صفر تساوي 100، هنا 100 ديكامتر مربع. 490 متر، هنا المتر سأضع الصفر، 9.4. سأحول إلى ماذا؟ إلى الديكامتر، أين الديكامتر؟ هنا، ليس هنا وليس إنه هنا، 4.9 ديكامتر مربع، وهنا أصلا محول. هذه الأعداد التي كتبتها بالقلم الرصاص لا تكتبوها هنا، بل اكتبوها في دفاتر الوثائق، ثم أنتم قوم فقط بلون بطاقة صحيحة من بين هذه الأعداد، هذه فقط لتسهيل عملية الترتيب، يعني معرفة المساحة الأكبر. هنا أين المساحة الأكبر في نظركم من 5 ديكامتر مربع؟ هنا حصلنا على 4.9 ديكامتر، يعني ليس هذا العدد. هنا حصلنا على 100 ديكامتر مربع، يعني هذا عدد أكبر من 5. هنا حصلنا على 3.99 ديكامتر، يعني أصغر له. وهنا 4 ديكامتر، يعني العدد الصحيح أين هو؟ هذا، سألون هذا العدد، هذا أكبر من 5 ديكامتر مربع. السؤال 13 يقول اقتسم 5 إخوة بالتساوي الحقل الأسفل الذي ورثوه عن أبيهم، فكان نصيب كل واحد منهم 20,000 متر مربع، أحسب المساحة الكلية للحقل بالديكامتر مربع ثم بالهكتومتر مربع. سنرى الآن، هنا يعني هذه المستطيلات متساوية، كل واحد أخذ 20,000 متر مربع. هنا أولا سنبحث عن المساحة الإجمالية لهذا المستطيل، ماذا سنفعل؟ هنا 1 2 3 4 5، يعني 5 إخوة، هنا التكرار، سنقوم بعملية الجودة، سنكتب 20,000 ضرب 5، يعني 5 إخوات كم تساوي؟ 5 في 0 0 0 0، 5 صفرا، ودائما عندما تكون أصفر احسب كم عدد الأصفر، 1 2 3 4، 1 2 3 4، ثم نضرب 5 في 2 تساوي 10، حصلنا على 100,000 متر مربع. لماذا فعلت هذه الطريقة؟ لكي تسهل علي عملية تحويله فقط هذا العدد إلى الديكامتر مربع ثم إلى الهكتومتر مربع. الآن سأحول 100,000 متر مربع إلى ماذا؟ إلى الديكامتر مربع، وأين سأحوله؟ إلى الهكتومتر مربع. الآن سأخذ جدول
التحويلات لكي نحول العددين. هكتومتر مربع، سأحول 100 ألف متر مربع. أين مئة؟ أين المتر؟ هنا 100 ألف متر مربع. أين المتر مربع؟ هنا. سأضع الصفر صفر 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 صفر. سأحول إليها من أول وحدة، هي ديكامتر مربع. سأحول ديكامتر مربع، هنا هنا المتر، المتر هنا ديكامتر، يعني حصلنا على ما على 1000 ديكامتر مربع. سأكتب هنا 1000 ديكامتر مربع. سأقوم بتحويله أيضا إلى هكتومتر مربع، نفس العدد، هنا نفس العدد، سأحوله إلى هكتومتر مربع. صفر 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 يعني هنا، ليس هنا، هنا 10 هكتومتر مربع. سأكتب هنا 10 هكتومتر مربع. السؤال 14 يقول: استبدل الحاج بشعيب قطعة أرضية قياس مساحتها 104 ديكامتر مربع، والتي يبلغ ثمنها 75 درهم للمتر مربع، بشقة في المدينة ثمنها 775 ألف درهم. هل كانت العملية مربحة للحاج؟ لماذا؟ أحدد العمليات التي سأنجزها قبل الإجابة عن السؤال. ألون البطاقة المناسبة للحل، ثم أحل المسألة. أحل المسألة. أولا، ما هي البطاقات التي يمكن أن نلونها في هذه البطاقات لحل المسألة؟ أولا، أول شيء سنفعله هو التحويل. سنلون التحويل، سنلون التحويل. أول شيء سنقوم به بهذه المسألة هي التحويل. ثم ماذا؟ ثم سنضرب الضرب، نقوم بعملية الضرب. ثم سنطرح الطرح، ثم سنقوم بالمقارنة لكي نعرف هل كانت العملية مربحة أم لا. أعيد قراءة: استبدل الحاج شعيب قطعة أرضية قياس مساحتها 104 ديكامتر مربع، والتي يبلغ ثمنها ب 75 درهم للمتر المربع، يعني هنا المتر المربع وهنا الديكامتر المربع. أول شيء تبين لنا من خلال القراءة الأولية أن هذا بالديكامتر المربع وهذا بالمتر المربع. علينا أن نحول أولا هذا العدد إلى المتر المربع. سنكتب 104 ديكامتر مربع، نحوله إلى ماذا؟ إلى المتر مربع. دائما إذا كانت الوحدات مختلفة علينا أن نحول، ثم سنبدأ بالحساب. سنضع 104 ديكامتر في الخانة الجدول، هنا 4 0 1، سأحولها إلى ماذا؟ إلى المتر مربع. 0 0، حصلنا على 10400 متر مربع. سنكتب هنا 10400 متر مربع. للمتر مربع بشقة في المدينة ثمنها 775 ألف درهم. ماذا سنفعل هنا؟ سنضرب، يعني هنا الجهد. لماذا؟ لأن هنا الثمن للمتر فقط، ولكن نحن نحتاج لجميع المساحة، يعني مساحة يعني مساحته 1400 متر. أولا سنقوم بضرب هذا العدد في 75 درهم، سنرى على ماذا سنحصل. سنكتب 104، يعني يعني عندما حولناها 10400 ضرب 75 درهم، سنضرب ب 75. 5 في 0 0، 5 في 0 0، 5 في 24 أضع احتفال ب 2، 5 في 0 0 احتفال 2، 5 في 1 5. هنا العملية نضع هنا نقطة، ثم سنكمل الحساب. 7 في 0 0، 7 في 0 0، 7 في 4 28 اكتب 8 واحتفظ ب 2، 7 في 0 0 احتفال 2، 7 في 1 7. هنا عملية الجدع بعددين، إن شاء الله ستقرأونها في الأيام يعني في الدروس القادمة. هنا سنقوم بعملية الجمع. 0 0 صفر 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 صفر، يعني صفر زائد صفر، صفر زائد صفر، صفر زائد صفر. هنا هو صفر، هذا يعني نقطة، يعني إما تكتبون صفر أو تكتبون نقطة. 8 زائد 2 كم تساوي؟ 10، اكتب الصفر واحتفظ بالاحتفال. 5 زائد 2 كم تساوي؟ 7 زائد الاحتفال 8.
7 هنا درهم. على ما هو العدد الذي حصلنا عليه؟ هو 780,000 درهم. وهنا كم ثمن الشقة؟ 775,000 درهم. هل كانت العملية مربحة للحاج؟ لا، لأن هذا العدد أكبر من هذا العدد، لأن قطعته الأرضية أكبر قيمة من الشقة. سأكتب هنا لا. لماذا؟ لماذا؟ لأن قيمة الأرض أكبر من قيمة الشقة، من قيمة الشقة. يا لا، كانت العملية غير مربحة، لأن هنا سنقوم بعملية الطرح لكي نتأكد. ما سنفعل؟ سنقوم بطرح هذا العدد ناقص العدد، سيتبين لنا الأمر جيدا. سنقوم بماذا؟ سنقوم ب780,000 ناقص هذا العدد، وسنرى، سنتأكد من الجواب. صفر ناقص صفر صفر، صفر ناقص صفر صفر، صفر ناقص صفر، صفر ناقص خمسة، أضع هنا واحد وهنا واحد، 10 ناقص 5 5، 8 ناقص 8 0 0. يعني خسر الحاج بوشعيب 5000 درهم، يعني العملية لم تكن مربحة، هنا 5000 درهم خسر عندما بدل قطعته الأرضية بهذه الشقة. الحمد لله، انتهينا. إن شاء الله سنلتقي في دروس قادمة. دمتم في رعاية الله وحفظه.